بالعراق احنا نخاف من اللون ونخاف من الجرأة باختيار الالوان. الالوان الفيفيد هاي الالوان الصريحة نخاف الصريحة يعني. هسا انا اشتري كنبة كرسيين حمر هاي برتقال البردات كلها برتقال الالوان وياهم مدخل النحت كل يوم برنامج اغير غير لوحة لوحة فنان؟ ايه ما ضعيفين انت شنو عندك هالمساحة كبيرة وتخلي لي دويرة واحدة كنا عوض تفتر بمكان واحد هذا لا مخرج منه هذا ما نحرك؟ ايه فذلك المكان ما معالج بالإنارة صح بحيث اكو اكشن ما اكو لها الاكشن مو مسؤوليتك جانا؟ لا مو مسؤوليتي انا ما مسؤول عن الإنارة بس الديكور انا رجال سؤولي لو نعطيني حرية لان انتهي بال يعني بالصورة رأيي يكون كنت انا اغير اشياء كثيرة ما اعطوني الصلاحيات يعني شنو السبب بعدك الصلاحيات؟ الصلاحيات ما عندي واكو صلاحيات متعددة عند كثيرين من الناس وهاي المشكلة يعني تشوف قدامك قاعدين اربع مخرجين خمسة اربع مهندسين ديكور تحسهم مرة فد اربعة مصممين اضاءة يعني الموسيقى البرنامج اعتقد مهم لا انت تحكم على المتهم بالاعدام قبل ما تحكمه شلون يعني ممل انت تعرف شنو اقول انت تعتبره ممل ايه يعني حسب ما الناس تقول انه برنامج نفسه اللي نتكلم عليه ايه طبعا البي اتس ريبتيتف يعني بي اعاده وبي ما بي يعني ما بي قضيه هو الفكره انه يستعرض من بيستعرض القرن كامل من نتاج الاغنيه العراقيه لكن صار الموضوع باعاده ممله يعني هو برنامج تاريخي اكثر ما هو فني تاريخ الاغنيه العراقيه وشكلها وكذا بالضبط فمو اي شخص ممكن يتقبل انا عندي راي اخر بالموضوع هو Thank you.
موقف لي. Thank you.
Hey. Hi. You're wearing your lovely hat again. It's your favorite. This is our Schwitzen. Our first part. Schwitzen. Schwitzen, ja, Schwitzen. This is our first trip to the north together. And to Sully, and apparently it's the our first anniversary also is coming soon. And just a year ago, we, on the same date almost, we met, and it was also our rainy day. And and we fell in love. And we took a drive. Huh? Also. And you took a drive also, yes. To the green zone. It was green also. Yeah. This is Korea. That's Korea University. Where's Korea? I think it's that thing over the hill. I'm not doing snapshots, I'm just doing, you see some new construction? I have a feeling we're going to Rukan. We have to ask anybody. Yeah. Come here. Right. Oh fuck! This is my handsome husband. Driving. Yeah. Thanks for attending the class. You're more than welcome. The one that we just recorded on? Not much. At the end. I hope we're driving in the right direction. We might be going to Dukhan. Instead of Suleimani. Which is somehow close, but nah, inshallah, I'm still right. Problematic if you don't do it on time. It's raining outside.